نعم روبير، بالفعل هناك استهداف واضح من قبل قوات التحالف العربي لكافة قيادات الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات، ليس فقط صنعاء، وإنما أعلن التحالف بأنه يستهدف كافة القيادات ومعسكراتهم، وتعتبر أولوية لهم، وهي ضمن النطاق الذي أعلنت عنه التحالف. أيضا أكد على أن هذه العمليات هي تأتي استجابة للضرورة العسكرية، وأيضا استجابة للتهديد المستمر من قبل هذه الميليشيات بتحويلها عدد من المقرات المدنية إلى ثكنات عسكرية، وأيضا إلى منصات لإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. أيضا التحالف العربي أكد على أنه استهدف معسكرا في ميناء الحديدة، هذا الميناء الذي تم تحويله من قبل الميليشيات الحوثية إلى ثكنة عسكرية يتم من خلالها استقبال الصواريخ البالستية إيرانية الصنع، وكذلك معسكرات للتدريب وأيضا لإطلاق الألغام البحرية وتهديد أمن الملاحة البحري. أيضا أكد على أن هذه العمليات هي تأتي لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه العمليات العبثية التي تقوم بها الميليشيات. الميليشيات الحوثية الآن تواجه عدد من الهزائم في عدة جبهات، من ضمنها جبهة مأرب وجبهة حريب، أيضا باتت محاصرة في عدد من الجبهات من قبل قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة. نعم روبير، مراسلنا علي الشريف مباشرة من العاصمة السعودية الرياض.